انا كيبان لي الدري صاحبه معاه واحد الولد داير كاسكيطه كيمشي وكيجي برك لهيه شويه قطع ثاني ومشى لهيه هو برك شويه واحد اللحظه بان لي دخل الموبيل منين تسيب الدري ونزل شويه واحد اللحظه بان لي كنسمع الغوش ديال المراه الغوته اللي سمعت هذيك الغوته نت كنجري الوقت اللي درت مع الدوره حتى كتبان لي المراه بالطوموبيل حتى طالعه ما عاد شافته مسيب من الفوق وتا كيبان لي الدري مسرح مسكين فوق الارض لا اله الا الله محمد رسول الله انا ما عرفتوش واش المهم هما كانوا مع بعضياتهم واش فهمتي حيت اللحظه اللي بان لي هو طلع الموبيل وهبط جا عند واحد الافريقي كيوقف هنا قداوي هو وياه كيضحك هو وياه اش كيقول ليه الله اعلم الدري بان لي انا مول اللي صاحبه بان لي بحال مريض حيت داير واحد لاكارت هنا في صدره ديال الاعاقه معاق هادشي اللي سمعته ولدي وهادشي اللي شفت عيني شي حاجه اخرى نقول لك نزيدها ولدي راني انا ملي شفت هذيك الواقعه ما صبرتش انا لذاك المنظر رجعت هنا بلايصتي وبرك صافي ما بقيتش انا ملي جاوا البوليس ما رجعتش انا كاع لتما نهائيا حدي بقيت باركه هنا صافي جاوا شي ناس سولوني وداك الشيء قلت لهم راه كاين هادشي اللي عاودت لكم ولدي هو اللي شافت عيني ما نزيد ما نقص نعم كان ما عرفت مسكين داير كاسكيط على وجهه هبطت ليه هكا ضرقت ليه مسكين وجهه كيبان ليه هو مسرح هو فرده ديال الصنداله كاينه وفرده الاخرى الله اعلم واش بقات في السطح ولا فين بقات الله اعلم منين تسيب ما هي اللي بانت لي صافي وغطيناه هنا واحد الراجل بواحد ليزار احمر صافي وجيت انا هنا انا جيت باقي البوليس ما جاوش نهائيا كاع باقي ما جاوش عن هنا حضروا باقي ما جاوش ما قديش ما صبرتش هذاك المنظر ما تصبرش ولدي كون شتيه ما تصبرش عاد واحد الحيله راه شنقول لك جاتني بحال تصطيه بحال هكاك ما صبرتش عاد ملي شوف هذيك فهذيك ما شاء الله شنقول لك.